بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء للصف الأول الثانوي. احنا إن شاء الله النهاردة كده وصلنا لنهاية باب الوراثة، الفصل الثالث، الجزء الثاني من الايه من الدرس. احنا المرة اللي فاتت خدنا تحديد الجنس والأمراض أو الحالات الشاذة. النهاردة هنتكلم على حالات وراثية ليها علاقة بالايه بالجنس. فإن شاء الله الدرس بتاعنا النهاردة يا أولاد النصر بتاعته هتبقى أول حاجة هنتكلم إن شاء الله على حاجة اسمها الصفات المرتبطة بالجنس، بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها الصفات المتأثرة بالجنس، وبعد كده هنتكلم على حاجة اسمها الصفات المحددة بالجنس، وبعدين هنتكلم آخر حاجة عن الفحوص الإيه الطبية. يبقى كل الصفات اللي هنتكلم عليها، الصفات الوراثية اللي هنتكلم عليها النهاردة ليها علاقة بالجنس، اللي هو ذكر وانثى، وهنعرف ازاي ليها علاقه بالجنس. اول حاجه ان شاء الله هنتكلم عليها النهارده هي الصفات المرتبطه بالجنس. اكتشف العلماء، احنا لما درسنا الطرز الكروموسومي عرفنا ان عندنا في كروموسومات جسديه وفي كروموسومات جنسيه، وقلنا ان الكروموسومات الجسديه اللي بتحمل الجينات اللي بتعبر عن الصفات الجسديه، والكروموسومات الجنسيه اللي هي كانت الزوج رقم 23. هكذا بنتكلم على الحاجات اللي في الانسان. الزوج رقم 23 كان بيحدد الجنس في الإنسان، هل هو ذكر ولا أنثى. ولكن وجدوا العلماء إيه؟ وجدوا العلماء إن في بعض الصفات الجسدية موجودة على الكروموسومات الجنسية، وبالذات الكروموسوم إكس. يا أولاد الكروموسوم واي إحنا عارفين إن هو ما بيتوجدش إلا في الذكر بس، لكن إكس موجود في الذكر والأنثى. فوجدوا إن في بعض الجينات المسؤولة عن بعض الصفات الجسدية موجودة على الإيه؟ على الكروموسومات الجنسية، خاصة الكروموسوم ايه؟ الكروموسوم اكس. يبقى عندي ايه هي الصفات المرتبطة بالجنس؟ ديت مجموعة من الصفات الجسدية ولكن جيناتها بتقع على الكروموسومات الايه؟ الجنسية. فعشان كده احنا سميناها صفات مرتبطة بالجنس. طيب مين أول حد اكتشف الموضوع ده؟ هو عالم عندي اسمه توماس مورجان. توماس مورجان أول واحد اكتشف لي حتة الصفات المرتبطة بالجنس أو الجينات المرتبطة بالجنس. إمتى؟ كان مورجان بيعمل الدراسة بتاعته على حشرة الدروسوفيلا، أو بنقول عليها ذبابة الفاكهة. كان بيدرس صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيلا. إحنا عندنا لونين للعيون في حشرة الدروسوفيلا، اللون الأحمر وهي الصفة السائدة، واللون الأبيض وهي الصفة المتلحية. طيب عمل إيه بقى مورجان؟ جاب أنثى نقية عيونها حمراء مع ذكر عيونه بيضاء يا ولاد، وعمل ما بينهم تزاوج. تمام، جه عنده في الجيل الأول ظهر كل الجيل الأول سواء ذكور أو إناث 100% عيونهم حمراء. بعد كده هو اتعمل لهم تزاوج تاني، ظهر في الجيل التاني 3 أحمر لواحد أبيض. لحد كده وإحنا عمالين ماشيين في المسألة، هو إيه كده بالظبط؟ هو مندل، قانون مندل الأول. 100% طلعت الصفة السائدة، وبعدين طلع نسبة 3 لـ1، 3 سائد لـ1 متناحي. بس في حاجة لفتت نظر مورجان وهو بيعمل التجربة دي، هي وهو عمال يعملها ويكررها، إن دايما كان بيطلع له مين اللي عنده الصفة المتناحية في الجيل التالت والتاني ولون عينهم أبيض، هم الذكور مش الإناث. يعني انتوا لو تلاحظوا هنا، هو الإناث كلهم طلعوا أحمر، وفي طلع فيه ذكور احمر وذكور ابيض، يبقى ما ظهرش ابيض خالص في الاناث. فدوت بدا يلفت نظر مورجان وبدا يفحص الموضوع ده هوت، فاكتشف ان الجين المسؤول عن لون العينين في حشره الدروسوفيلا موجود على الكروموسوم اكس، مش موجود على كروموسوم من الكروموسومات الجسديه. فبناء عليه هو ده اللي حصل. فزي ما احنا شايفين كده هوت يا اولاد، احنا دلوقتي هنا اهوت كده اهوت، احنا راسمين كده، راسمين الكروموسوم اكس واكس موجود عليهم ار وار في الانثى، والذكر ما عندهوش الا كروموسوم اكس واحد، فما عندهوش الصفه، مش هيعبر عنها الا بجين واحد. فناخد بالنا الصفات المرتبطه بالجنس اللي محموله على الكروموسوم اكس لا يعبر عنها الا بجين واحد فقط. ليه يا ترى؟ لان انا عندي الذكور عندهم كام اكس؟ هي اكس واحده، لكن الانثى بيعبر عنها بجينين لانها عندها 2 اكس. يبقى انا هنا هو تعدي الانثى كانت ار كابيتال، ار كابيتال اللي هي الصفه السائده، والذكر كان ار سمول اللي هي الصفه المتناحيه، وده الكروموسوم التاني اللي قدامي ده اللي هو واي التي لا يوجد عليه اي جينات. طيب هنا هناخد
البشيك هيبقى كل الأبشاك فيهم R كابيتال، هنا يا إما بشيك فيه X وفي عليه R سمول يا إما بشيك فيه Y. نبتدي نقول الأول مع الأول، يبقى عندي R كابيتال R سمول، وخدوا بالكم 2 X أهو اللي هو الطويل ده X و X، يبقى دي أكيد هتبقى أنثى. طيب ودي اللي هي X مع الواي فيها R كابيتال، ده هيبقى ذكر لأن هو ما عندوش إلا كروموسوم واحد X وواي، فهيطلع عندي الجيل الأول طلعوا كلهم أحمر سواء الإناث أو الإيه أو الذكور، عملت لهم تزاوج مع بعض. فتشوف بقى الجابيتات بتاعة الجيل التاني، هنفصل دي عن دي، فتبقى في R على الX وفي R سمول على الX التانية. وبالنسبة للذكور هيبقى في R كابيتال على X والواي ما عليهاش حاجة، يبقى ناخد بالنا الصفات المرتبطة بالجنس الذكور ما عندهمش إلا كروموسوم واحد فقط. ليه؟ لأن هما ما عندهمش جين واحد فقط، لأن هما ما عندهمش إلا كروموسوم واحد فقط X. طيب نيجي بقى نشوف الجين التاني، الأول مع الأول والاتنين X أهمت يا ولاد، يبقى X وX وعليهم R كابيتال R كابيتال، يبقى ده أحمر وأنثى. طيب الأول مع التاني يبقى عندي هنا هوت R كابيتال ادي X وY، يبقى ده ذكر بس عيونه حمراء. التاني مع الأول يبقى R كابيتال R سمول والاتنين على X، يبقى ده باتنين X يبقى أنثى والأنثى عيونها حمراء. طيب التاني مع التاني يبقى R سمول على X وY، يبقى ده ذكر عيونه إيه بيضاء، يبقى هنا هوت الصفة والرصد للذكر اللي عيونه بيضاء. عارفين ليه؟ لان دلوقتي الذكر يا ولاد بياخد الكروموسوم اكس، هل يا ترى من امه ولا من ابوه؟ بياخد الكروموسوم اكس من امه، لان هو بياخد الكروموسوم واي من ابوه. فدايما الصفه المرتبطه بالجنس دي هي تورث من الاناث لابنائها الذكور، وتورث من الاناث لابنائها الذكور والاناث، لكن الذكر الاب ما يورثش الصفه دي لو عنده الا لبناته، ينقلها الجين لبناته، ما ينفعش ينقلها لأبنائه. ليه؟ لأن الإكس اللي عند الذكر يوم ما هيتنقل هيتنقل للبنت، لكن لو في ولد هيتنقل له واي مش هيتنقل له إكس في الإيه؟ في الكروموسومات الجنسية. يبقى ناخد بالنا إن إحنا دلوقتي الصفة دي هي الذكر الأخير ده خدها منين؟ شوفوا الأب كان إيه؟ آر كابيتال، لكن هو خدها من مين؟ من أمه. ليه ما خدهاش من أبوه؟ إن هو أبوه ما ينفعش يديله إكس أصلاً، أمه هي اللي هتديله إكس. فالذكر الأخير ده طلع عيونه بيضاء لأن هو خد الجين ده هوت من مين؟ من أمه. فالصفات المرتبطة بالجنس تورث من الأم للأبناء الذكور والإناث، لكن الأب ما بيورثش. لو الأب كان بيعاني، يعني الأب خدوا بالكم الجيل الأول أهو، الأب لما كان آر سمول عنده الصفة نقلها لمين؟ نقلها للأنثى اللي طلعت دهيت. هل نقلها للذكر؟ لأ، بس هي علشان هي دي صفة سائدة، فطبعا ظهر الار كابيتال اللي هي اللون الاحمر، لكن هو نقل لها الجين، نقلها للانثى، لكن لم يستطيع نقلها للايه للذكر، لان هو بينقل للذكر ايه واي. يبقى احنا عندنا لما مورجان عمل التجارب بتاعته على الحشره الدروسوفيلا لقى عنده صحيح طلعت لي نفس النسبه بتاعت مندل، الجيل الاول 100% الصفه السائده والجيل الثاني 3 لواحد سائد لمتنحي، ولكنه اللي لفت نظره ان كل اللي طلع عندهم الصفة المتنحية دي هي كانوا ذكور، فبالدراسة وبالفحص اكتشف ان الجينات بتاعة الصفة دي محمولة على الايه؟ محمولة على الكروموسومات الجنسية اللي هي ايه؟ اللي هي اكس. طيب يا ترى حالات الصفات المرتبطة بالجنس دي هي مش موجودة عندنا برضو في الانسان؟ لا، موجودة عندنا في الانسان بعض الصفات بنقول عليها صفات مرتبطة بالجنس، هي صفات جسدية ولكن موجودة على الكروموسوم اكس. في صفات قليلة على فكرة موجودة على الكروموسوم واي، ولكن ظهورها يختص بالرجال فقط، زي ظهور الشعر في سوان الاذن، ده موجود على واي، بس لو ظهر مش هيظهر طبعا الا عند الرجال فقط، لان السيدات كلهم محدش عنده واي. طيب نشوف بقى الصفات اللي هي على اكس اللي هي مرتبطة بالجنس في الانسان. اول حاجة صفة الهيموفيليا، الهيموفيليا دوت اللي هو سيولة الدم، دي صفة متنحية يا أولاد خلاص، ولكن ده محمول على الكروموسوم إكس، عمل ألوان وهنعرف بعد شوية إيه هو عمل ألوان دهوت، برضه صفة متنحية محمولة على الكروموسوم إكس. قصر النظر، برضه قصر النظر، الناس اللي بيعانوا من قصر نظر كده معناهم إن الصفة دي خدها مش من أبوه، خدها من أمه، إن هي برضو محمولة على الكروموسوم X اللي
الذكر بياخد الكروموسوم اكس دي من امه وليس من ايه من ابوه، وضمور الايه العضلات برضو دي صفة ايه متنحية موجودة على الكروموسوم اكس، وبيورثها الاب الصفات المرتبطة بالجنس يورثها الاب لابنائه الاناث دون الذكور. ايه السبب؟ لان الاب هيدي كروموسوم واي للذكر لكن الانثى هي اللي هيديها كروموسوم اكس. طيب عندنا اول حاجة بقى هنتكلم عنها في الصفات المرتبطة بالجنس هي حالة عمل الوان. عمل الوان ده هو ده جين متنحي، يعني الصفة بتظهر لما ايه لما يكون الجين المتنحي اللي هو الحرف السمول ومحمول على الكروموسوم اكس، بتظهر في الاناث كده هو بجينين، لازم يكون عندي مثلا السي سمول سي سمول، لكن في الذكور بتظهر بجين واحد. ليه؟ لان هو ما عندوش الا اكس واحده. طب ايه مشكله عمل الالوان ده؟ هو ان الشخص ما بيقدرش يميز بين اللون الاحمر واللون الاخضر، وهوريكم اختبار كده كلكم تجربوه بعد شويه وتتاكدوا انتوا عندكم عمل الوان ولا لا. طيب احنا دلوقتي عندنا مثال على صفه ايه عمل الوان. كان عندي اب مصاب بعمل الوان عنده السي سمول اللي هي صفه عمل الوان، والام سليمه ونقيه فعندها سي كابيتال سي كابيتال. نبتدي طبعا احنا ليه عاملين اكس هنا يا اولاد وعاملين اكس وواي؟ لانها صفات مرتبطه بالجنس فمحموله على الكروموسومات الجنسيه، فلازم اكتب الكروموسومات الجنسيه عندي اللي هي الاكس والاي والواي. فالاول هنا الاب كده هو سي كابيتال سي كابيتال، والاب كان سي سمول، والواي ما لهوش طبعا اي جينات. هنيجي نعمل الامشاج هنفصل الاثنين عن بعض، فهيبقى عندي في واحده اكس عليها سي كابيتال وواحده اكس عليها برضو سي كابيتال، هنا هيبقى عندي في واحده اكس عليها سي سمول وفي واحده اي وفي واحده واي. هنبتدي طبعا الاثنين دول عندي متشابهين فممكن اكتفي ببعض، الاولى مع الاولى هتبقى اكس عليها سي كابيتال واكس عليها سي سمول، الاولى مع الثانيه هتبقى اكس عليها سي كابيتال وواي. لو كررنا دي هنلاقي نفس النتيجه هتطلع لي، فانا هكتفي بايه ببشيج واحد من ناحيه الايه من ناحيه الانثى لانهم الاثنين زي بعض. بصوا ايه اللي طلع لي؟ طلع لي انثى اكس اكس اهي سي كابيتال سي سمول، احنا دي صفه متنحيه سي كابيتال سي سمول، هي الانثى دي سليمه ولكنها حامله لجين المرض، يعني ممكن الجين ده هو لما هي تتجوز تنقله لايه لاحد ابنائها الذكور، لكن الذكر طلع ايه؟ الذكر طلع سليم. ليه الذكر طلع سليم هنا؟ اصل هو الجين ده موجود عند الاب عمره ما هيتنقل له، فعشان كده الذكر كل الذكور هنا هتطلع سليمه 100% سليمه. ليه؟ لان الصفه دي هي بتاعه الصفات المرتبطه بالجنس بتنتقل للذكور من مين؟ من الام وليس من الايه من الاب. يبقى انا عندي دلوقتي الصفات المرتبطه بالجنس بتظهر بكام جين في الذكور؟ بتظهر بجين واحد بس. ليه؟ لان ما عندهمش الا كروموسوم اكس واحد بس، لكن في الاناث بتظهر بجينين. ليه؟ لان هم عندهم كروموسومين اكس. طب يبقى معنى الكلام دوت، هل يا ترى الصفات المرتبطه بالجنس اكثر انتشارا في الذكور ام الاناث؟ وليه؟ نفكر كده، هل يا ترى الصفات المرتبطه بالجنس دي اكثر انتشارا في الذكور او الاناث، وايه السبب؟ ها اكيد طبعا اكثر انتشارا في ايه يا اولاد؟ شوف كده في ناس اللي بيسألوا على اللينك بتاع الامتحان يا ولاد افتحوه مش من على التاب، ما بينفعش يتفتح على التاب، افتحوه من على موبايل او من على اللاب بيبقى فيه مشكله. حاضر اللي بيقول لي بالراحه ماشي برافو يا في الاناث يا منى. لا ركزي يا منى، منهج شهر ابريل لحد نهايه ان شاء الله النهارده كده هنخلص لحد منهج شهر ابريل. يوسف بيقول في الإناث، إزاي أكثر انتشارا في الإناث يا أولاد؟ الكلب بتظهر في الذكور بجين واحد وفي الإناث بتظهر بجينين، يبقى طبعا أكثر انتشارا في الذكور، يبقى الصفات المرتبطة بالجنس أكثر انتشارا في الذكور. إيه السبب؟ إن هي بتظهر بجين واحد فقط، لكن في الإناث عشان تظهر أنا محتاجة تظهر بجينين، يعني أنا محتاجة على الأقل إن الأم تبقى حاملة للمرض والأب عنده المرض، فبالتالي تظهر عند الأنثى اتنين سي سمول سي سمول فتظهر عندها، لكن الذكر مجرد بس الأم حاملة للمرض واحدة بس فيهم هتبقى 50% من الذكور عندي احتمال إن هم يصابوا بالمرض، فطبعا الأكثر انتشارا في إيه؟ أكثر انتشارا في الإيه؟ في الذكور عن الإناث، لأنها بتورث بجين واحد
في الذكور وبتورث بجينين في الايه، في الاناث. احنا كل اللي قلناه لحد دلوقتي الصفات المرتبطه بالايه، بالجنس، وهي صفات موجوده على الكروموسومات الجنسيه اللي هي مين، اللي هي اكس. عندنا خدنا المثال بتاع مورجان اللي هو دراسه لون العيون في حشره الدروسوفيلا، وخدنا في الانسان عندنا كذا مثال، مرض سيوله الدم لسه هنتكلم عليه بعد شويه، عمل الالوان اللي احنا لسه شايفينه، الاثنين دول صفات متنحيه، قصر النظر، وضمور العضلات. وقلنا الصفات المرتبطة بالجنس بياخدها الذكر من مين؟ من أمه، وما بياخدهاش من أبوه. ليه؟ لأن هو بياخد كروموسوم إكس من أمه وما بياخدوش من أبوه. طب الأب بيدي الصفة دي لو هو بيعاني منها لمين؟ لبناته، وبناته هم اللي ينقلوها لأحفاده الذكور. لكن الأب ما ينفعش يديها لأبنائه الذكور، لأن هو بيدي لأبنائه الذكور إيه؟ واي. طيب ده بالنسبة للصفات المرتبطة بالجنس. نخش على اللي بعديها. أنا عدت اهوت يا أنس سريعا، يا أنس أنا عدت اللي احنا قلناه تقريبا التاني سريعا. احنا كده صفات مرتبطة بالجنس موجودة على الكروموسومات الجنسية اللي هو إكس، تمام. بتورث بكام جين في الذكر؟ واحد بس. بكام جين في الأنثى؟ اتنين. الذكر ياخدها منين؟ من امه. ليه الذكر بياخد اكس من امه، بياخد واي من ابوه؟ طب والانثى تاخدها من ايه؟ تاخدها من ابوها او امها، انها بتاخد اكس من امها واكس من ايه، واكس من ابوها. طيب عندنا لو بصينا كده، ده اختبار كده، كلكم بصوا شوفوا عندكم عمى الوان ولا لا. لو عرفتوا تقروا الارقام اللي موجوده عندي في الصوره هنا والصوره هنا، يبقى انتوا مش عندكم عمى الوان. لو عرفنا نقرا الارقام دي ودي، الرقم هنا كام والرقم هنا كام، يبقى انا ما بعانيش من عمل الوان. ما عرفتش اقرا دي واقرا دي، يبقى انا عندي مشكله في حته عمل ايه، في عمل الوان. ها عرفنا نقرا الارقام ولا لا؟ هنراجع كل القوانين، بيسال على قوانين مندل. عرفتوا تقروا الارقام؟ في حد ما عرفش؟ حد طلع عنده عمل الوان؟ طيب الهيموفيليا برضو، الهيموفيليا نفس الفكرة يا أولاد، هي برضو موجودة الجينات بتاعتها على الكروموسوم إكس، وهي عبارة عن مرض بيسبب سيولة في الدم يا أولاد، عشان الحاجات اللي بتعمل تجلط في الدم مش موجودة، المواد اللي هي اللي بتفرزها الصفائح الدموية بتعمل تجلط في الدم مش موجودة، والحالة دي بتسبب الموت خاصة في مرحلة الطفولة. أي ما يصيبه نزيف، النزيف ده ما بيوقفش خالص، لأن هو عنده إيه؟ عنده ما فيش المواد اللي تعمل التجلط وتقفل لي النزيف. فالشخص اللي بيعاني من الهيموفيليا دي هي بيموت في مرحلة صغيرة من العمر. ودوت برضو نفس الفكرة بتاعت عمل ألوان، هو جين متنحي وموجود على إيه؟ على إكس. يعني معنى كده إن هو هيتنقل للذكر من إيه؟ من أمه، وليس من إيه؟ ليس من أبوه. طب برافو ما شاء الله جنى أهو. حد خدوا بالكم المشكلة هتطلع في الأولاد أكتر بالبنات. ما شاء الله كتير قوي عرف يقرأها وندى ونهى. تمام، برافو، الحمد لله ما عندكمش عمى الوان. احنا عايزين نشوف الاولاد هم اللي يكتبوا لنا، كل البنات هم اللي كاتبين الارقام، شكل الاولاد بقى في مشكله في عمى الالوان. طيب الرسمه اللي انا جايباها دي دلوقتي دي ليها علاقه بتاني حاله هنتكلم عنها. ايه هي تاني حاله انا هتكلم عنها؟ الصفات المتاثره بالجنس. يبقى احنا الاول كانت مرتبطه، مرتبطه ليه؟ اصل الجينات بتاعتها موجوده على الكروموسومات الجنسيه وهي صفات جسديه. طيب امال المتاثره بالجنس دي جينات لكروموسومات جسديه، دي جينات صفات جسديه موجوده على كروموسومات جسديه. طب ايه المشكله؟ ايه العلاقه هنا بالجنس؟ لكنها تتاثر بالهرمونات الجنسيه. يبقى تاني الصفات المتاثره بالجنس، هذه صفات جسدية وموجودة على كروموسومات جسدية. طب ايه المشكلة اللي عندي هنا؟ هوت انا ليه عملتها بالجنس ولكنها تتأثر بالهرمونات الجنسية؟ هرمونات الذكورة تخلي الصفة تظهر، وهرمونات الأنوثة تمنع ظهور الصفة. تاني يبقى انا دلوقتي الصفات المتأثرة بالجنس دي هي يا ولاد دي صفات جسدية، تمام، موجودة على كروموسومات جسدية. إيه المشكلة عندي؟ إيه علاقة الجنس بيها هنا دلوقتي؟ لكنها هتتأثر بالهرمونات الجنسية اللي هي الهرمونات الذكرية والهرمونات الأنثوية. الهرمونات الذكرية بتساعد على ظهور الصفة، لكن الهرمونات الأنثوية تمنع ظهور الصفة. عشان الصفة تقدر تظهر في الأنثى لازم تكون الصفة نقية. لو كانت الصفة هجين، لا، الهرمونات عند الأنثى ما تخليهاش تظهر.
لكن الهرمونات عند الذكر سواء هي كانت هجين او نقيه كده كده هتظهر عند الذكر، لكن الانثى مش هتظهر عندهم الا لو كانت الصفه نقيه. فعشان كده هي بنقول ان هي متاثره بالجنس، الذكر والانثى ليهم نفس التركيب الجيني، لكن ظهرت عند الذكر وما ظهرتش عند الانثى. ايه اللي خلاها ما تظهرش عند الانثى؟ هرمونات الانثويه منعت من ظهورها. زي ايه يا اولاد؟ زي القرون في الماشيه، بنلاحظ ان القرون في الماشيه تقصر في الذكور وليس في الاناث، وزي الصلع في الانسان. احنا شفنا السيده صلعاء، ولكن بنلاقي سيده بتعاني من تساقط الشعر وشعرها خفيف. لو بتعاني من تساقط الشعر وشعرها خفيف مش بسبب مرض، ولكنه بسبب صفه الصلع ديت ملهاش علاج. يعني محدش يضحك عليا ويقول لي لا ده في علاجها، لا خلاص دي صفه وراثيه، هي هتعاني بسبب ان هي عندها الصفة الوراثية بتاعت الصلع فبتعاني من تساقط الشعر، فهي عندها صفة نقية. طيب نبتدي كده نشوف المثال اللي عندنا. لو كان أنا عندي أب أصلع، خدوا بالكم هجين، صفة الصلع هذه ديت صفة سائدة، يعني لو بس جين واحد كفاية. ولكن بقى الذكر هيبقى غير الأنثى. أنا عندي راجل، زي شايفين الاتنين زي بعض هم في التركيب الجيني، ولكن الأب أصلع والأم عندها شعر عادي خالص ولا تعاني من أي تساقط شعر. خدوا بالكم صفة الصلع صفة سائدة، فهو جين واحد عليه البوزيتيف كده، يبقى انا بدل ما بكتب كابيتال وسمول بعمل بوزيتيف. بوزيتيف يعني انا كده عندي الصفة هجين، يبقى الصفة عندي هنا هجين في الاب وهجين في الام، ولكن في الاب هرمونات الذكورة سمحت لها ان هي تظهر، لكن هنا في الام الهرمونات الانثوية منعت من ظهورها. فالاتنين عندهم نفس التركيب الجيني، ولكن الام عندها شعر عادي جدا، والاب ايه يا اولاد؟ والاب يعاني من الصلع. طيب نبتدي نشوف كده لما نعمل الامشاج، هيبقى عندي في مشيج فيه البي البوزيتيف، تمام، اللي هي فيها صفه الصلع، وفي مشيج اللي هو فيه البي اللي هو اللي بيبقى شخص عادي ما عندوش اي صلع. هنا برضو بي بوزيتيف وبي. نبتدي الاول مع الاول، يبقى بي بوزيتيف بي بوزيتيف. الاول مع الثاني يبقى بي بوزيتيف بي. الثاني مع الاول يبقى بي بوزيتيف بي. الثاني مع الثاني يبقى بي بي. بصوا بقى دي الاتنين هيعانوا، ما دام نقيه بوزيتيف بوزيتيف يعني ظهر الجنين هم بتاعت الصلع، فالصفه نقيه. ففي حاله الذكر هيبقى اصلع، وفي حاله الانثى هيتعاني من تساقط الشعر، يبقى الانثى مش هتظهر عندها الا لما تبقى في الشكل ده. طيب نيجي نشوف بقى اللي هي بي بوزيتيف بي دوت، الذكر هيبقى اصلع لكن الانثى هتبقى شعرها عادي خالص ما فيهاش اي مشكله. طيب اللي من غير بوزيتيف خالص يبقى ده ما عندوش صلع، ما عندوش صفه الصلع، فيبقى ذكر وانثى شعرهم ايه؟ شعرهم عادي. يبقى الذكر عنده تظهر في التركيبين سواء كان نقي بي بوزيتيف بي بوزيتيف او بي بوزيتيف بي عاديه، ده الذكر يبقى اصلع على طول. لكن ليه؟ نتيجه تاثير هرمونات الذكوره. لكن ما بتظهرش في الانثى يا اولاد الا لو بي بوزيتيف بي بوزيتيف، لكن بي بوزيتيف واحده لا، تبقى الانثى عادي هرمونات الانوثه عندها تمنع ان الصفه تظهر عندها. طيب لكن الاصحاب بقى التركيب الجيني بي بي من غير بوزيتيف، معنى كده ما عندهمش صفه الصلع، فدول لا يعانون من ايه؟ من تساقط الشعر، وشعرهم يبقى عادي. يبقى الصفات المتاثره بالجنس هي صفات جسديه موجوده على كروموسومات جسديه، ولكنها تتاثر بهرمونات الايه؟ الجنسيه الذكريه والانثويه. هما الاثنين ليهم نفس التركيب، زي ما هي بي بوزيتيف وبي، وهو بي بوزيتيف وبي، هو بقى اصلع وهي شعرها عادي. ليه؟ هو هرمونات الذكوره سمحت بظهور الصفه، وهي هرمونات الانثويه منعت من ظهور الصفه. نفس الفكره في القرون، يعني ممكن يكونوا الاثنين، يطلع الماشيه ده الذكر عنده قرون والانثى ما عندهاش، نفس التركيب الجيني، ولكن لو كان هجين مش هتظهر الصفه في الايه؟ في الاناث بسبب الهرمونات الايه؟ الانثويه. يبقى المتاثره بالجنس ده هي سببها ايه؟ سببها الهرمونات. سهلت ظهورها في الذكر ومنعت ذكورها في الانثى الا في الحاله الايه؟ النقيه. طيب الصفات بقى تالت نوع عندي المحدده بالجنس. ايه الصفات المحدده بالجنس؟ دي صفات بتظهر في جنس دون الاخر، دي صفات جسديه ولكن بيتميز بيها جنس دون الاخر. بسبب ايه؟ بسبب الاختلاف في الهرمونات الجنسيه. يعني الهرمونات الجنسيه الذكريه بتظهر مجموعه من الصفات اللي هي بنقول عليها الصفات الذكريه الثانويه، والهرمونات الانثويه بتظهر مجموعه من الصفات بنقول عليها الصفات الانثويه الثانويه، دي بنقول عليها صفات محدده بالجنس. زي ايه مثلا يا اولاد؟ زي ظهور اللحيه في الرجال، بنلاقي الرجال
بعد مرحلة البلوغ بيطلع له لحية، لكن النساء لأ. إيه السبب؟ الهرمونات في الرجال الذكورية سببت ظهور الصفة دي في الرجال، عشان كده قلنا محددة بتظهر في جنس دون الآخر. طيب زي إيه مثلا؟ الإناث، في الطيور هي اللي بتضع البيض، والإناث في الإنسان والحيوان هي اللي بترضع صغرها اللي هي صفة إنتاج اللبن. يبقى دي صفات خاصة بالإناث وليس بالذكور. يبقى أنا عندي الصفات المحددة بالجنس هي صفة تقتصر على أحد الجنسين، يعني يا إما الصفة دي عند الذكور بس أو عند الإناث بس. سببها إيه؟ سببها الهرمونات الجنسية. خدوا بالكم الصفات دي مش هتظهر إلا بعد الإيه؟ بعد البلوغ، عشان هي دي سببها الهرمونات. الهرمونات ما بتبدأش تنشط إلا من بعد البلوغ، فبتبتدي تظهر لي الصفات الجنسية السنوية اللي هي بنقول الصفات المحددة بالجنس. يبقى أنا عندي في صفات موجودة في الذكر بس وسببها الهرمونات الذكورية اللي مش موجودة في الأنثى، فبتظهرها زي اللحية كده والشارب. طيب في صفات تظهر في الأنثى ما تظهرش في الذكر، زي إنتاج الحليب ده موجود بس في الإناث، وزي وضع البيض ده برضو موجود في الإناث بتاعة الإيه؟ بتاعة الطيور. يبقى الصفات المحددة بالجنس ده جنس دون الجنس الآخر، يعني يا ذكر بس يا أنثى بس. سببه إيه؟ تأثير الهرمونات. الهرمونات الذكرية ظهرت مجموعة من الصفات خاصة بالذكور فقط، والهرمونات الأنثوية ظهرت بعض الصفات خاصة بالإيه؟ بالإناث. إيه؟ بالإناث فقط. يبقى دول الثلاث أنواع بتاعة الصفات، محددة بالجنس، صفات جسدية ولكن توجد على كروموسومات جنسية، متأثرة بالجنس، صفات جسدية وموجودة على كروموسومات جسدية ولكن ظهورها بيختلف من الذكر على الأنثى بسبب الهرمونات. يعني هي موجودة في الاتنين، بس الهرمونات في الذكر بتسمح بظهورها والهرمونات في الأنثى بتمنع ظهورها. طب محددة؟ لأ، دي في جنس دون الآخر، يا يعني إما تظهر في الذكور لوحديهم أو في الإناث لوحديهم، وسببها بيبقى الهرمونات المختلفة في الذكور عن الإيه؟ عن الإناث. طيب بعد كده بقى عندي في حاجة بيكلمني عليها كده، هو الفحوصات الطبية قبل الزواج. دلوقتي حاليا ما بيتمش عقد القران إلا لما الرجل والمرأة بيجيبوا من مركز صحي إن هم عملوا فحوصات ما قبل الزواج. طب إيه الهدف من الفحوصات ما قبل الزواج دي هي يا أولاد؟ أولا إن هم يتأكدوا إن الراجل والمرأة دول خاليين من الأمراض المعدية. في بعض الأمراض ممكن يتم انتقالها بعد الزواج، زي التهاب الكبد الفيروسي، زي مرض الايدز. فاحنا من البدايه بنبتدي نكتشف هل هم عندهم امراض معديه ويحاولوا يتعالجوا منها، لان هم ايه ممكن يسبب ان هو ينقل الامراض المعديه ده لايه؟ لشريك حياته. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا كمان نكتشف بعض الامراض الوراثيه، زي مثلا انيميا البحر المتوسط، زي مرض السكر. احيانا في راجل ومراه هما الاتنين عيلتهم عندهم المرض ده، فهم عرضة قوي ان ابنائهم يطلع عندهم المرض ده هو. فاحنا بيدرسوا عشان نبتدي نشوف لو في امراض وراثية ونقول لهم احتمالات قد ايه ان هي تظهر في ابنائهم، ويحاولوا ازاي ممكن يتجنبوا. وطبعا لو في امراض معدية نعرفها لهم برضو عشان يحاولوا يتعالجوا منها، لان هما كده هيسببوا ان هما ينقلوا الامراض دي هي لشريك الحياة، وممكن كمان بعد كده ينقلوها لايه؟ لابنائهم. طيب لو ما اهتمناش بالفحوصات ما قبل الزواج وانتشر زواج الأقارب، دوت هيزود لي انتشار الأمراض الوراثية. ليه زواج الأقارب مشكلة يا ولاد؟ لأن لو عندي في مرض معين وراثي في عائلة معينة، زواج الأقارب بيساعد على انتشار المرض ده هو. لكن لو أنا مثلا في مرض في عائلة معينة بس الشخص ده راح تزوج من عائلة أخرى ما عندهاش المرض، خلاص هو إلى حد ما حد من المرض، مش زي لو اتجوز من نفس العائلة فساعد على انتشار المرض الوراثي. طيب ايه فايدة ان احنا نعمل فحوصات ما قبل الزواج؟ ان احنا ننجب اطفال اصحاء، ان احنا نحد من انتشار الامراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتأخر العقلي، ما يبقاش عندي اولاد عندهم امراض وراثية بقدر المستطاع. يعني ان احنا طبعا لو لا قدر الله حد عانى من حتة حد عنده امراض وراثية، بيبقى ده عليه اعباء مالية ونفسية واجتماعية، ان هو عشان يهتم بالابناء الايه المصابين. احنا عندنا في اخر الفصل في معلومتين كده هوت، وهو مزودها لي بس هي مش عليا، ما تجيش في الامتحان، اللي هو الجينوم البشري، وبيكلمني عن الجينوم البشري واكتشافه وازاي اكتشفوا كل الجينات اللي هي موجودة عليه، اللي هي عددها 60,000 ل 80,000، وان احنا اغلبية البشر بنشترك في نسبة كبيرة منهم وبنختلف في حاجات بسيطة. وبيكلمني على الدي ان ايه اللي هو بيسميه البصمة الوراثية اللي بتفرق شخص عن شخص.
نقدر نميز اي شخص عن التاني عن طريق الدي ان ايه. الدي ان ايه ده ممكن في شعره، في نقطة دم، في اي حاجة اقدر اجيب الدي ان ايه بتاع الشخص واقدر افرق الشخص ده عن اي شخص تاني. مفيش 2 اشخاص عندهم نفس الدي ان ايه بالظبط. تمام، احنا كده خلصنا الدرس. وقبل ما نبدأ نحل الاسئلة هبص كده لو حد عايز يسأل على اي حاجة. حد حابب يسأل؟ شكرا يا سلمى. لا يا سلمى ما تقلقيش، احنا ان شاء الله هنحل دلوقتي. هتحسوا ان الدرس ظريف مش صعب ولا حاجة، يعني انتوا بس دي احساسكم. حد حابب يسأل يا اولاد ولا نبدأ نحل اسئلة؟ ها، حد حابب يسأل عن اي حاجة؟ طيب، حد بيقول لي اعيد بسرعة. قلت عندي 3 انواع من الصفات مرتبطة بالجنس، ديت موجودة على الكروموسومات الجنسية اللي هي مين اكس، بتظهر بجين واحد في الذكور وبتظهر بجينين في الإناث، وبتورث الذكر بياخدها من أمه لأن هو بياخد إكس من أمه، الأنثى بتاخدها من أبوها أو من أمها لأنها بتاخد إكس من الأب وإكس من الأم، لكن الأب ما بيديش أبدا إلا البنات وما يديش للذكر لأنه بيدي للذكر واي. تاني صفة المتأثرة بالجنس. متأثرة بالجنس يعني هي صفات جسدية عادية وموجودة على كروموسومات جسدية عادية، ولكنها بتتأثر بالهرمونات. هرمونات الذكورة تسمح بظهورها وهرمونات الأنوثة تمنع ظهورها، فنلاقي الصلع نفس التركيب الجين الذكر والأنثى، هما الاتنين هجين ولكن الأنثى ظهر شعرها عادي ولكن الذكر ظهر إن هو أصلع. الذكر جين واحد يظهرها لكن الأنثى محتاجة الجينين عشان يبدأ يحصل لها تساقط شعر. آخر صفة اتكلمنا عنها اللي هي الصفات المحددة بالجنس، هي في جنس دون الآخر، يعني موجودة في الذكور فقط أو في الإناث فقط، وسببها تأثير الهرمونات الذكرية أو الأنثوية زي ظهور اللحية في الذكر أو وضع البيض في الإناث بتاعة الطيور أو إنتاج اللبن في الإيه في الحيوانات والإيه والإنسان. طيب نبتدي نحل. إحنا كده خلصنا باب الوراثة. تمام، نبتدي نحل عليه، وان شاء الله من المره الجايه يا اولاد هنبتدي نحل. هنقسم كل مره، يعني كل مره هنبتدي نحل على، يعني ان شاء الله يوم الاربع هنبتدي نحل على الفصل بتاع الايه، اول فصل خالص يا اولاد. طيب اول حاجه عندي، اول سؤال بيقول لي تعد وراثه افراز الحليب في الماشيه، مثال للصفات مرتبطه بالجنس ومتاثره بالجنس ومحدده بالجنس. هيا يلا عايزه الاجابات سريعا كده عشان نلحق ان شاء الله نحل كل الايه كل الاسئله. ها يلا يا شباب، الصفات دي هي انهي نوع من انواع الصفات اللي بيسأل؟ احنا مش خلصنا المنهج، احنا كده خلصنا جزء اللي هو بتاع الوراثة. خلصنا يا سلمى المقرر بتاع شهر اللي هو هنمتحن فيه في ابريل. هنخلصنا يا سلمى اللي احنا هنمتحن فيه. امور برضو رؤى يا ولاد، دي طبعا صفات ايه محددة، لا مش مرتبطة للناس اللي كاتبة مرتبطة، هي محددة للجنس. يعني ايه محددة؟ يعني في جنس دون الآخر. تمام، يبقى أول واحدة الإجابة الصح رقم ج محددة بالجنس. نشوف السؤال التاني ونركز فيه. تزوج رجل سليم من عمل اللوني، يعني الراجل ده ما عندوش عمى ألوان، امرأة مصابة بالمرض، فإن يظهر هذه الحالة في الذكور تظهر قد إيه في الذكور بقى يا أولاد؟ هل يا ترى هتظهر في كل الذكور ولا كل الإناث ولا نصف الذكور ولا نصف الإناث؟ ها، بصوا دايما علشان نعرف نحل، ايه نمسك القلم كده دايما، اتعود كده امسك كده. الراجل ماله؟ الراجل هنعمله اكس ايه اكس واي. طب الراجل الاكس واي ده الاكس عليه ايه؟ سليم، يعني عنده سي كابيتال. طب والانثى؟ لا دي مصابة عندها اكس اكس والاتنين سي سمول. دلوقتي لما يجوا ينجبوا ذكور، يعني سواء خد الاكس، فهي دي ودي شبه بعض، هي ما عندناش الا سي سمول مع الواي، يبقى نسبه ان الذكور يطلعوا عندهم المرض قد ايه؟ كلهم ولا نصهم؟ ماشي، ولا بالنسبه كمان صحيح للاناث كل الاناث هيظهر عندها ولا نصف الاناث؟ ايه الصح فيهم؟ ها يا اولاد انتظروا اجاباتكم سريعا. منا بتقول نص، الباقي احنا لسه خلصنا المحددة دي. يوسف بيقول نص الذكور. طبعا يا أميرة لازم التوأم يبقى ليهم نفس فصيلة الدم، التوأم المتماثل، لكن المختلف لا ممكن يكونوا مختلفين.
بص يا اولاد، كل الذكور طبعا. ليه كل الذكور؟ هو يعني ايه عنده امه؟ الاتنين عندها، الاتنين اكس شايلين المرض خلاص. الولد يعني لو خد ده او خد ده هيعاني من المرض، وهو مش هياخد قدامه الا ايه، اكس عليها سي سمول، يعني اكس عليها عمل الوان. فكل الذكور يعني عنده هيعانوا من الايه، من المرض. يبقى كل الذكور عندي هيعانوا من المرض يا اولاد، لان هو الولد هنا امه مش حامله للمرض. عارفين لو امه حامله للمرض كان يمكن 50% ل 50%، لكن الام لا، دي عندها سي سمول. طب والبنات؟ لا، اللي حماهم ابوهم هنا البنات، لان البنات هتاخد اكس من عند باباها اللي هو عليه سي كابيتال مع امها اللي هو عليه سي سمول. هتبقى كل البنات سي كابيتال سي سمول، خلاص هي سليمه لكنها حامله للمرض. لكن يعني مين اللي هيكلهم هيبقوا مصابين؟ كل الذكور. طب السؤال اللي بعده رقم 4، كروموسومات الجنسيه تحمل جينات الصفوات المرتبطه بالجنس، صح الكلام ده ولا لا؟ هل الكروموسومات الجنسية بتحمل الجينات المرتبطة بالجنس، صح ولا لا يا ولاد؟ تمام، طبعا صح يا ولاد. مش احنا لسه بنقول ان الصفات المرتبطة بالجنس هي صفات جسدية موجودة على الكروموسومات الجنسية، فهي فعلا بتحمل الجينات بتاعت الصفات المرتبطة بالجنس. يبقى الإجابة عندي طبعا صح. نشوف السؤال اللي بعده. الجين المسؤول عن الصلع يتأثر بوجود الهرمونات الذكرية ولا لا؟ الجين المسؤول عن الصلع بيتأثر بوجود الهرمونات الذكرية ولا لا يا ولاد؟ صح طبعا. ليه؟ لأن احنا لسه بنقول ان صفة الصلع دي صفات بتتأثر بالهرمونات. وجود الهرمونات الذكرية خليها تظهر، وجود الهرمونات الأنثوية يمنع من ظهورها، يبقى هي بتتأثر سواء بالهرمونات الذكرية والأنثوية، فطبعا السؤال ده كده صح. نشوف السؤال اللي بعده. إذا تزوجت امرأة حاملة لمرض عمل ألوان من رجل مصاب، فهل من الممكن أن يكون في أبنائهم الذكور سليم؟ بصوا بقى، الست حاملة للمرض، يبقى أنا عندي إيه؟ لازم أترجم، لازم وأنا بحل أترجم الكلام. أدي إكس وإكس، واحدة عليها سي كابيتال واحدة عليها سي سمول. طب والراجل مصاب، يعني عنده إكس عليها سي سمول وواي. عايزين نشوف بقى احتمالات الذكور عندهم إيه. يا إما الإكس اللي عليها سي كابيتال تيجي مع الواي، صح، يا اما الاكس اللي عليها سي سمول تيجي مع الواي. معنى كده ان ممكن يكون في اولاد سلام ولا لا كده؟ ها، باللي انا عملته كده في اولاد سلام ولا لا؟ طبعا يا اولاد ممكن اولادهم يبقوا سلام، ما هم في 50% من الولاد ممكن يصابوا بالمرض اللي هم عندهم يعني سي كابيتال، و50% من الولاد مش هيصابوا بالمرض اللي هم عندهم سي سمول، فده صح. يعني ممكن يكون وخدوا بالكم عندهم الاناث هيبقى برضو 50% ممكن يتصابوا لو اكس سي سمول جت مع اكس سي سمول بتاعت الراجل، و50% منهم هيبقوا ايه، هيبقوا السلام اللي هي لو جات السي كابيتال مع السي سمول. يبقى سواء الذكور او الاناث 50% ل 50%، فطبعا في احتمال يبقى في نسبة. تمام، يبقى يا ولاد عندنا ستة ايه، ستة صح. ماشي، تمام. لا يا رحمة، صح يا رحمة. شوف السؤال اللي بعده. بيقول يحدث عمل الألوان بسبب وجود جين متنحي على الكروموسوم واي. ها يا ولاد، صح الكلام ده ولا خطأ؟ السؤال رقم 7. هل أنا كده عندي جين متنحي على الكروموسوم رقم واي؟ هل كده أنا انتو ها السؤال رقم 7. خلاص يا نور، احنا خلصنا 6. السؤال رقم 7 فعلا يا اولاد غلط. ليه؟ احنا اصلا عمل الوان موجود على الكروموسوم ايه، موجود على الكروموسوم اكس وليس واي. الغلطه هنا في واي، هو جين متنحي بس مش موجود على واي، موجود على اكس، يبقى ده طبعا ايه، خطا. طيب، بعض الصفات المحدده بالجنس تظهر في كل من الذكور والاناث ولكن بدرجات متفاوته. يعني بعض الصفات المحددة بالجنس زي مثلا عندنا صفة عمل ألوان هتظهر في كل من الذكور والإناث، ولكن يعني هي تظهر في الذكر والأنثى بس درجة الذكر غير درجة الأنثى. إيه رأيكم في الكلام ده؟ هو هل الصفات المحددة بالجنس المحددة، واخدين بالكم بالمحددة، في مرتبطة وفي متأثرة وفي محددة، السر كله هنا. ها، ايه رأيكم في الكلام ده، صح ولا غلط؟ سريعا، السؤال رقم 8. الناس لسه في 7. ماشي، رقم 8 بقى، رقم 8.
لسه كله بكتب لي 7. طبعا غلط يا ولاد، المحددة بالجنس احنا لسه متفقين انها تظهر في احد الجنسين فقط، يا الذكور يا مش بتظهر في الذكور والاناث، بتظهر بدرجة معينة في الذكور وبتظهر بدرجة معينة. لا الكلام ده طبعا مش صح، طبعا الاجابة كده غلط لانها المحددة. انا اقرا السؤال كويس، هي انهي نوع منهم؟ طبعا المحددة لا ما بتظهرش بدرجات متفاوتة، هي يا بتظهر يا في الذكور يا في الايه يا في الاناث. طيب بصوا بقى معايا، تزوجت أنثى غير متماثلة الزيجوت، غير متماثلة الزيجوت يعني هجين، بالنسبة لصفة عمل ألوان ترجم على طول زي ما اتفقنا، يبقى إكس إكس، بس أنا خدوا بالكم كده، يبقى هو هنا عاملها بي بدل ما كان سي بي، فهتبقى غير متماثلة يعني بي كابيتال سمول. ذكر لدي عمل الوان، يبقى الذكر هيبقى ايه يا اولاد؟ دايما كده خلي معاكم ورقه وقلم وتحلوا، كل ما يجي لك مساله حلها جربها. الذكر يبقى هيبقى بي سمول، ما هي صفه متنحيه، والواي ما عليهاش حاجه. طيب ايه الانماط الجينيه المحتمله للاناث؟ خدوا بالكم انا ما بتكلمش عن الذكور هنا، انا للاناث عندهم، ايه الصفات بتاعتهم للاناث؟ يا ترى ان هم اكس اكس بي كابيتال بي كابيتال، واكس واي بي كابيتال والواي عليها بي، ولا اكس بي كابيتال واكس عليها بي سمول واكس عليها بي سمول وسمول، ولا اكس عليها بي كابيتال واكس عليها بي سمول واكس عليها بي سمول واكس عليها بي سمول، ولا اتنين اكس كل واحدة عليهم بي كابيتال، ولا ايه؟ ايه الاجابة الصح؟ يلا انا هنشوف السؤال ده وبعد كده انا هحل معاكم سريعا عشان خلاص ده الوقت اوشك على الانتهاء. طب بصوا يا اولاد بقى، اولا دي ودي مستبعدين، ليه؟ واي ما عليهاش حاجه، يعني دي هو اصلا انا بتكلم على الاناث، انا مالي بالواي اصلا؟ اولا واي ما عليهاش حاجه، يبقى لازم استبعد الف وب، دول ما تبص لهمش اصلا، يفضلش عندي الا جيم ودال. اعملها بقى مساله، يبقى يا اما الاكس دي تاخد الاكس دي يبقى بي كابيتال بي سمول، تمام، يا اما الاكس دي تاخد الاكس الثانيه يبقى بي سمول بي سمول، يبقى الاجابه الصح عندي رقم جيم. نعمل مساله هتديني هتبقى سهله عندي واعرف احل اي حاجه. شوف السؤال اللي بعده، افترض وجود رجل متغير الزيجوت لصفة الصلع، يعني ايه متغير الزيجوت؟ يعني مش نقي يا ولاد، يعني عنده بي بي، واحدة عندها بوزيتيف وواحدة ما عندهاش، مراته متماثلة بقى وعندها الصفة، يعني هي نقية بي بي وبوزيتيف وبوزيتيف. طيب ايه الصواب؟ 50% من الذكور هيبقوا صلع فقط؟ لا خدوا بالكم يا عيني، الذكور كده كده الام ما دام متماثله كده كل الذكور هيبقوا صلع، فمش هينفع. سيعاني الذكور والاناث من تساقط الشعر، بس خدوا بالكم هو هنا ما حددش النسبه، احنا عندنا الانثى لو بي بوزيتيف مع بي بوزيتيف هتعاني خلاص، والذكور كده كلهم هيبقوا صلع، فطبعا الاجابه دي هي الصح، لن تعاني الاناث من تساقط، لا في جزء من الاناث هيعاني من تساقط، سيكون جميع الذكور والاناث اصحاء، لا طبعا الكلام دوت يا دوبك ما فيش عندي الا جزء من الاناث اللي مش هيبقى شعرهم عادي، لكن كل الذكور هيبقوا صلع و50% من الاناث هيعانوا من تساقط الايه الشعر، فالاجابه عندي رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده، قص بحيوان منوي لاب يعاني من الهيموفيليا، بويضه تفتقر من اي كروموسوم؟ يعني الاب اكس واي وعنده هيموفيليا اتش سمول، ما هي صفه متنحيه، والام خدوا بالكم اللي هي بويضه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اكس اصلا، تمام، هذه البويضه ناتجه من ام سليمه، ام سليمه فاكرين اللي هي حاله ترنر كده، يعني هي جت بويضه ما كانش فيها اصلا حاجه، يبقى هنا ما فيش الام ما عندهاش اكس اصلا، والاب عنده اتش سمول. طب ايه اللي هيحصل لما ناخد اكس من الاب ماشي مع ما فيش حاجة من الأم؟ يعني أنا عندنا إكس كده يا ولاد وهنا زيرو، الإكس اللي خدناه من الأب عليه إتش والأم ما خدناش منها حاجة، تبقى دي أنثى ولا ذكر أولا؟ دي هتبقى أنثى، تمام. طب وتبقى حاملة تعاني من الهيموفيليا ولا مش هتعاني؟ طبعا تعاني، دي هتتعامل معاملة الذكر لأنها ما عندهاش إلا إكس واحدة، والإكس الواحدة عندها إتش فهتعاني من المرض، فيبقى الأنثى دي هتعاني من الإيه؟ من الهيموفيليا. تاني يبقى أنا خدت إكس عليها الاتش من الاب والام ما كانتش عندها اكس فبقى زيرو، فاكرين ترنر؟ الاكس اللي خدتها من الاب عليها اتش خلاص الجين المتنحي، فخلاص هي هتظهر بجين واحد زي الذكر كده وتعاني من الايه؟ من الهوموفيليا، يبقى دي انثى وهتعاني من الهوموفيليا. ليه بقى؟ ما ينفعش لو كان ذكر خد واي وما فيش اكس يموت، الذكر ما يقدرش يعيش من غير اكس، ما ينفعش يطلع ذكر خالص خدوا بالكم، تمام؟
يبقى الحالة اللي تنفع وهيعيش هتكون أنثى ولكنها تعاني من الإيه؟ تعاني من الهيموفيليا. طيب الجين الذي يسبب نمو اللحية في وجه الإنسان على طول دوت، دي صفة إيه؟ ها صفة متأثرة بالجنس ولا مرتبطة بالجنس ولا محددة؟ هذا اتفقنا ما دام موجودة في الذكر بس تبقى إيه؟ محددة. طيب متلازمة الكروموسوم إكس الهش هو مرض سائد، خدوا بالكم سائد مرتبط بالكروموسوم إكس في الإنسان يسبب مشكلات في النمو. القليل اللي قصده بيه الجين الذي يسبب المتلازمة ده هنرمز له بالرمز R، والقليل اللي ما بيسببهاش اللي هو المتنحي R سمول. يبقى أنا بتكلم على صفة تسبب مرض، الصفة دي مرتبطة بالجنس وهي صفة سائدة، يبقى R كابيتال ده هو اللي هو هيسبب وR سمول اللي مش هيسبب. كانت الأنثى عندنا R سمول R سمول تمام يعني سليمة، اتجوزت راجل بيعاني من المرض عنده R إيه؟ عنده R كابيتال. عايزين النسبة المئوية إن في النسل بتاعهم تكون أنثى غير مصابة بالمتلازمة. نبص كده إيه الاحتمالات اللي عندي، الاتنين زي بعض، يبقى أنا هنا عندي هاخد الإكس عليها R سمول تمام بالنسبة للأنثى، ما بتكلمش على الذكر دلوقتي، وآخد من الذكر إكس عليها R كابيتال. كل الإناث هيبقوا كده يا ولاد، خدت من الأب دي وخدت من الأم، الاتنين شبه بعض مش هيفرقوا مع بعض، يبقى إكس عليها R كابيتال مع إكس عليها R سمول. يبقى كده معناها في أنثى كده كل الإناث كده مصابة، في احتمال إن الأنثى تبقى غير متصابة؟ لأ، لكن احتمال طبعا 100% الذكر اللي مش هيبقى مصاب. ليه؟ لأن هو هياخد من أمه الـ R سمول مش هياخد من أبوه، فمش هيبقى مصاب. يبقى الذكر لو سألني على الذكر في لو خيرنا بدل الأنثى الذكر هيبقى في 100% الذكر مش هيصاب، لكن هنا بالنسبة للأنثى 100% هتبقى مصابة، فبالتالي مين اللي غير مصابة؟ 0%، 0% إن يبقى عندي احتمال إن إيه؟ إن تكون الأنثى غير مصابة. طيب إحنا كده هوت، إحنا كده هوت الوقت بتاعنا كده انتهى، بقاله 5 دقايق يا أولاد. أنا بشكركم على حسن الاستماع، في رابط هبعته لكم للإيه للامتحان، وإن شاء الله إحنا كده خلصنا، وإن شاء الله هنبدأ مراجعة من يوم الإيه من يوم الأربع القادم، وبقى ميعادنا خلاص الساعة 2:15 للساعة 3 يوم الاثنين ويوم الإيه ويوم الأربع تمام. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبعت لكم رابط الامتحان تدخلوا عليه على الفصل الثالث كله.